السؤال لماذا يؤكل سمك في الصوم الصغير ولا يؤكل سمك في الصوم الكبير؟ هو أهم الصيامات في الكنيسة اللي هي صيامات من الدرجة الأولى الصوم الكبير والأربع والجمعة وأسبوع الآلام، دول أهم الصيامات، ويخش معهم صوم يونان لأنه ثلاث أيام مجرد مقدمة للصيام الكبير. ولكن لأن السنة كلها غالبية الصيام بنصوم أكثر من 200 يوم في السنة، فخلوا بعض الصيامات يتخفف فيها ويأكلوا شيء من السمك. واحد بيقول أنا في أوقات كثيرة أكون حزين حتى في أوقات الفرح، أحس بحزن حتى في الكنيسة وبعد التناول أحس بحزن مش عارف ليه. لازم في حاجة في أعماق نفسك بتسبب الحزن، يعني لازم تعرف إيه، حاول تفتش داخل نفسك وتشوف إيه الأسباب اللي بتخليك حزين وتعيش في كآبة كده. الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. فأنت ليه يا حبيبي تكون حزين؟